كما تواصل مؤسسة حياة كريمة مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في إحدى قرى مركز شبرخيت بمحافظة البحيرة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. تم توفير كميات كبيرة من اللحوم بتخفيضات كبيرة بمدينة شبرخيت وعدد آخر من المراكز على مدار الأيام الماضية، مع استمرار الحملة خلال الفترة القادمة. شبرخيت، احنا النهاردة رابع يوم على التوالي بإذن الله في محافظة البحيرة، وفي إقبال شديد. الأهالي عندنا منتظرين، احنا قرية يوسف كمال واحدة محلية محلة بشر شبرخيت، الأهالي كلها منتظرة الحدث ده. والأسعار اللحمة بسعر مخفض 185 جنيه بدل 400 جنيه و 350 جنيه. الحاجة ديت حاجة كبيرة وعظيمة مفرحة لنا سيادة الرئيس، وبنشكر سيادة الرئيس وبنشكر مؤسسة حياة كريمة على المبادرات الكبيرة والمبادرات العظيمة اللي هي بتقدمها لنا.